ما دمنا نعيش على هذه البسيطة فالنجاحات واردة، وكذلك الأخطاء جائزة. وقد أجمع العقلاء أن من أكبر الأخطاء في حياتك أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى بداخلك. فوضى تطمس معالم ذاتك، فلا تدري في أي مسعى تسعى ولا لأي هدف تسير، فتنطفئ فيك مصابيح الإرادة وتشتد العتمة وتضيق النفس وتحاصرك الشكوك وتكبلك القيود. فقم يا صديق وانهض من جديد، واجعل من كل صباح لك ميلاد. تنفس بقوة عبير الأمل، وطالع في السماء وشاهد الكون بسعته ونظامه وقوته، ثم اغمض عينيك. نعم، اغمض عينيك لترى العالم الذي يسكن بداخلك، لتدرك أنك أقوى مما تتخيل بكثير، وأنك أثمن من كل كنوز الدنيا، وأنك أعظم مخلوق في كوكبنا، وأنت لا غيرك الخليفة المختار. أنت من أكرمك الله ورفع قدرك وجعلك صاحب مهمة. نعم، أنت صاحب المهمة، مهمة الإعمار. أرجوك لا تقل أنا شكلي أو قامتي أو وزني أو اسمي أو لقبي أو شهادتي أو عائلتي أو عاداتي أو إعاقتي. أنت لست هؤلاء، أنت لست هؤلاء. أتدري لماذا؟ لأنك لست كائن بشري. نعم، لست كائن بشري يعيش تجربة روحية إطلاقا. أنت كائن روحاني علوي في مهمة على الأرض، لذلك تعيش تجربة بشرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي في كل مكان. تذكرون آخر وصية في حلقة قوة الدوافع؟ ضع أهدافا تخصك أنت، لأنه لن يفيدك الجري إذا كان الطريق خاطئ. وحتى نستطيع أن نملك أهدافنا ونتحمس لها، كان ضروري أن ندرك ذاتنا وأن نتعرف على مواطن القوة فينا، وكذلك على مواطن الضعف سواء بسواء. لذلك لم يخطئ من قال أن الإدراك يساوي 50% من التغيير. فالإدراك بداية التغيير، والتغيير بداية النمو. والمقصود بالإدراك الطريقة التي يرى بها الفرد نفسه والعالم المحيط به، وبيتم ذلك عن طريق استقبال المعلومات وتنظيمها وتفسيرها وتكوين المفاهيم والمعاني الخاصة بنا. نوضح أكثر. تعرفوا أن سلوكنا بيتوقف على كيفية إدراكنا وانتباهنا للي بيحيط بينا من أشياء وأشخاص ونظم اجتماعية، وإحنا بنتعامل مع المؤثرات الموجودة في البيئة كما نفهمها وندركها وليس كما هي عليه في الواقع. وسيلتنا هي الحواس، تيجي بعد كده العمالة الذهنية عشان نختار بعضيها وننظمها ونفسرها داخلياً، ويصدر بعد ذلك السلوك. من خلال ما سبق يتضح لنا مبدأ مهم من مبادئ الـ NLP في علم البرمجة اللغوية العصبية، وهو أن الخريطة ليست المنطقة، والخريطة تعني الإدراك، والمنطقة تعني الحياة أو الواقع المعاش. يعني وجهة نظرك في الأمور المختلفة لا يعبر عنها، إنما يعبر عن إدراكك له. وهذا المبدأ برغم أنه مبدأ حديث تقنينه، لكنه ليس بجديد علينا. فأنت إذا طلعت في حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ستجد كثيرا ما يستخدم هذا المبدأ مع أهله وأصحابه عشان يرسخ فيهم قيم الخير والحق، لأنه كان مؤمن صلى الله عليه وسلم إن تغيير الإدراك حتما سيغير السلوك والحياة، وكان ده أحد أهم أسرار نجاح النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وصح الألباني. فقد كان إدراك عائشة رضي الله عنها أن ما بقي من الشاه هو ما ينتفعون به فيأكلونه، وهي الكتف. وهنا يربي النبي صلى الله عليه وسلم زوجته ومن بعدها الأمة
أن ما بقي للإنسان حقا هو ما ينفقه في سبيل الله، فتصبح النفس تواقة للإنفاق لأنها أدركت أن ما تنفقه في سبيل الله هو الذي يبقى عند الله، هو النفع الحقيقي لها في الدنيا والآخرة. وهكذا، فإدراكنا للأمور لا يعدو كونه تصورات ذهنية لها. يعني لما تنظر لنفسك على أنك عاجز أو فاشل أو تعيش محنة، فهذه وجهة نظرك أنت ولا تعني الحقيقة البتة بأي حال من الأحوال. فكم من موظف براتب ضعيف يتم فصله من عمله فيحزن ويكتئب ويبقى شايف أن دي نهاية العالم، فلما يبدأ يفتش عن مواهبه والإمكانيات اللي ربنا أعطاها له يتبدل إدراكه، حينها يتحرك ويتبدل حاله من فقر إلى غنى ومن ضعف إلى قوة، وتتحول المحنة إلى منحة والمشكلة إلى فرصة، فرصة كبيرة للنجاح. لذلك يعد إدراك الذات أرقى أنواع إدراك، فالمرء لا يطلب العافية إلا إذا أدرك ما به من داء. فأول الشفاء هو الإحساس بالمرض، والشعور بالعجز هو أول مراحل القوة. لذلك فأول خطوة للمسير نحو أهدافك هو إدراكك للمكان الذي تقف فيه، والسؤال الهام: كيف وضعك الآن؟ طمنا على وضعك الصحي، طمنا على وضعك المالي، طمنا على علاقتك مع الناس، وضعك الاجتماعي، طمنا على علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. علاقة الروحية ايه وضعها في سلم الأولويات؟ والجواب على هذه الأسئلة يحتاج لكثير من الشجاعة، لأن مواجهة الحقائق ووعينا بمن نكون وماذا نكون وأين نقف وإلى أين نتجه تعتبر نقلة قوية باتجاه تغيير حياتنا نحو الأحسن والأفضل إن شاء الله. فكن شجاعا وابدأ الآن، وسجل في دفترك الآن. هيا يا شباب، سجل في دفترك نقاط قوتك ونقاط ضعفك، نقاط القوة لكي نستفيد منها أكثر وأكثر، ونقاط الضعف لكي نحولها إلى نقاط قوة. وتذكر دوما: ما لم تعرف إلى أين تتجه فلن تصل أبدا. فسجل ما تعرفه الآن عن وضعك الحالي، وطلع الدفتر من حين لآخر لتضيف وتعدل عليه، واجعله بالجوار. إن فعلت ذلك أعدك أن تعيش قوة الإدراك الفعال في حياتك، وترى أثر هذا في حياتك كلها، لأن تغيير الإدراك يفعل في النفس الإنسانية فعل السحر ويحولها من حال إلى حال. فتخلص الآن من عوائق الإدراك السلبي، وانطلق بعقل مليء برؤية إيجابية لتبدع وتنجز وتحقق أحلامك في الحياة. دمتم أحبتي مدركين لأهدافكم، متمسكين بأحلامكم، منجزين في الحياة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.